استمرار أزمة البنزين في محافظة صلاح الدين واستياء شعبي واسع لسكوت دائرة توزيع المشتقات النفطية عن حل هذه الأزمة وما أنتجتها من تداعيات، ومن أبرزها ازدحامات في الطرق وأيضا غلق محطات رئيسية بلا أسباب مقنعة. صار لي أكثر من نص ساعة والله يا عمو، ما تقول لي شنو الفيلم. احنا بقضاء بمحافظه صلاح الدين اكثر محطات توزيع بالعراق كله، بس شنو الفيلم؟ اطلع على الشارع وانت ماشي من نال مكحول، شوف ايش كثر محطات وشوف ايش قد جاي يوزعن منتجات نفطيه. نفط ماكو، بنزين ماكو، شنو القضيه ما تعرف. شكرا. وين يروح ما تعرفين. والله صار لي تقريبا ساعه ونص. نعم. الله شاهد، واحد يطخ بالاخ. ومن القادسيه جيت على هاي على اساس هاي اهون. شنو السبب؟ شنو السبب هذا الازدحام؟ والله ما تعرف، ما تعرف شنو هسه لو فاتحين ذاك الباب ما يصير ازدحام. ذاك الباب مال المحطة وبنزين متوفر موجود. والله صار لي أقل من نص ساعة أنا واقف هنا، والأهلية معزلة والحكومة يعني ازدحام. السبب الرئيسي هو أزمة مفتعلة لأن اكو تهريب حتى يصعدون شغلة البنزين، لا أقل ولا أكثر. يعني العراق هو قليل عند البترول، الغاز والغاز والباقي المشتقات النفطية قليلة بالعراقية، هي مطالعة فوق القاع. بس شنو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي هو أزمة مفتعلة. المثل المواطن يجي يوقف على البنزين، البنزين هو اللي أبسط شيء موجود يعني، ودائما المفروض يكون متوفر، فما بيها داعي هالازدحامات وهاي يعني هالكثرة، هاي العالم واقفة، واللي عنده شغل واللي عنده مريض واللي عنده يعني، المفروض المحافظة تاخذ اجراء بهاي الشغلة. فنشد المسؤولين بهاي الشغلة ان يفضلنا هاي الحالة، لان يعني حالة مو حلوة.